لنجمنا محمد صلاح، واللي واضح انه يعني الصحافة البريطانية والجماهير البريطانية بتتعامل بالقطعة. يعني هو صحيح يبقى صلاح الحائز على جايزة أفضل لاعب من النقاد، أفضل لاعب في الدوري البريطاني من النقاد الرياضيين، صحيح إن هو هداف الدوري البريطاني، أحرز 22 هدف وصنع 13 هدف، يعني ساهم في 35 هدف في الدوري البريطاني، وصحيح إن هو ده اللي يعني غنى له كل الجماهير في ليفربول. لكن لو أخفق صلاح في ماتش واحد وكان غير موفق، اوت اوف فورم، وده يعني تعبير يعرفه كل بتوع رياضه وكل بتوع الكوره، هيز اوت اوف فورم، مش في لياقته لاي سبب من الاسباب، تنهال عليه بقى المقصله في الصحافه البريطانيه وفي الجمهور البريطاني، ويقولوا له انت اناني، وانت ما بتديش لفلان، وانت ما بتلعبش كذا، والاسيست بتاعك باظ، وانت كذا وكذا وكذا. والحقيقه ان الصحافه البريطانيه انهالت على صلاح بعد احد المباريات الاخيره. معنا عبر سكايب المحلل الرياضي آسر حسين. آسر، مساء الخير، كيف تقرا التحول ده؟ وكأن الصحافة الرياضية هناك والجمهور البريطاني بيتعامل بالقطعة، لو أخفق صلاح في ماتش يتنسي له كل اللي عمله قبل كده. مساء الفل يا استاذ لميس، على حضرتك وعلى جمهورك المحترم. في الحقيقة أنا شفت، يعني كما حضرتك استعرضت ديلي ميل وكده، أنا مش مستغرب قوي طريقة تعامل الصحافة البريطانية مع اللي بيحصل، أو إنها تاخد بالقطعة زي ما حضرتك تفضلتي، لأنه البريس أو الصحافة الإنجليزية الرياضية بطبيعة الحال من 100 سنة يمكن بتبقى قاسية جدا، ولأن عندهم معظم الصحافة هناك بتبقى قاسية جدا، حتى في لعيبة انجليز ما استحملتش الضغط ده وبطلت كرة بدري. لو طلعنا صلاح بره المعادلة فهو ده المتوقع من الصحافة الإنجليزية في أي إخفاق أو في أي، خاصة وإن زي ما حضرتك عارف والجمهور عارف إن إحنا يعني قاب قوسين أو أدنى على ثلاث جولات ويحسم فيها الدوري الإنجليزي، ما بين انه يروح لليفربول باذن الله يعني وصلاح يتوج بلقب ثاني، وما بين انه يروح لمانشستر سيتي اللي متصدر بفارق 3 نقاط. فطبعا كلام يعني الصحافه تقول اللي هي عايزاه، لكن الواقع هو اللي بيستره محمد صلاح، هو الواقع. يعني حضرتك في البدايه اتكلمتي على الجائزه دي، محمد صلاح خلال 4 سنوات حققها مرتين يا استاذ لميس، وهي رابطه النقاد والصحفيين البريطانيين. نتكلم زي ما حضرتك اتكلمتي، هو العامل الحاسم في فريق ليفربول، لما تجيب تتصدر هداف الدوري الانجليزي وان شاء الله بس يكمل يسجل اكتر ويبعد عن سون، لان سون جاب 20 هدف يا استاذ لميس، هيبقى ثالث في مدار على مدار 5 سنوات اخذ هداف الدوري الاصعب الدوري الانجليزي 3 مرات. حضرتك متخيله الارقام دي عامله ازاي؟ فبالتالي 22 هدف 13 اسيست بيأكد أهمية محمد صلاح في الفرقة، واللي أكد كمان إن حتى لو كان أوت أوف فورم زي ما حضرتك تفضلتي، أو ما كانش في أفضل حالاته زي مباراة توتنهام الأخيرة، إنه ما بيطلعش من الملعب. يورجن كلوب واحد من أحسن مدربين في العالم، أكيد مش بيفضل الموضوع بشكل شخصي، وعارف إن نفس اللاعب اللي حسم ماتشات مهمة في دوري الإنجليزي وفي دوري الأبطال وفي الكاراباو كاب وفي كأس الاتحاد الإنجليزي وجميع البطولات اللي شارك فيها الدوري الإنجليزي، صعب اطلعه من الملعب في لحظه، قادر يحسم المباراه ويخلصها لي. طبعا الميرور وصحافه التابلويد او الصحافه تعتمد شويه على العناوين الجاذبه، اتكلمت على انه ده مربوط شويه بتجديد العقد، وانه ده اللي مأثر على مستواه النفسي وكلام من هذا القبيل. يعني هل ده صحيح؟ يعني وهل ده صحيح؟ هل يعني ولا كمان بيقولوا انه رجع من كاس امم افريقيا مش يعني مكتئب، رجع ان هو كمان ما قدرش يوصل فريقه لكاس العالم فبرضه مكتئب، فكل ده بيقول انه علاقته بالمنتخب المصري اثرت عليه، وهم عايزين برضه يقولوا له كده، يقولوا له خليك معانا انت كل ما تروح ترجع لنا بخيبه امل. طب افكر حضرتك بحاجتين ردا على سؤالك. اولا انا تشرفت ان في ديسمبر الماضي او في يناير الماضي كنت مع حضرتك من لندن واتكلمنا على تفاصيل العقد، وكان ساعتها منذ هذا الوقت الى الان احنا واقفين عند نفس نقطه ديسمبر، العرض اللي كان مفيش طبعا حد عنده فجر حقيقي، كل اللي جاي اجتهادات يا استاذ لميس حتى من الصحافه البريطانيه، الكلام على انه عرضوا حوالي 350 او 400، وصلاح بيسعى الى 500,000 في الاسبوع اللي هو تقريبا يبقى عقده في السنه 24 مليون استرليني وكلام من ده. من الفترة دي كان هو الهداف وكان رقم واحد وهو اللي بيسجل كل الأهداف الحاسمة. رجوعه من المنتخب الناس اتكلمت على
بعد عن التهديف او درايف بال زي ما الانجليزي بيقولوا او عقم تهديفي، رجع في واحده من اهم المباريات في الموسم وهي مباراه مانشستر يونايتد والعداوه التاريخيه بين الفريقين وسجل هدفين. وصل دي قيمه برضه يا استاذ لميس، لما توصل ان انت من يوم 19/4 لحد النهارده عشان ما سجلتش اللي هو اقل من 3 اسابيع، في جماهير ليفربول وفي انجلترا وفي الصحافه الانجليزيه بيعتبروا ان دي مصيبه. ده معناه انه قيمه اللاعب، ان انت متعود انه كل سنه بيخلص على الاقل جايب 25 جون و10 او 12 او 15 اسيست. فالحقيقه لا، انا مش شايف انه اي جزء وصل صلاح للنضج النفسي انه حتى لو لا قدر الله حصل اخفاق ومصر خسرت السعود لكاس العالم بضربات الجزاء، بيرجع تاني بيخش جوه تركيزه مع فريقه. اللي بياكد على ده حاجتين يا استاذ لميس، تصريحه بعد الصعود مع فياريال وانه هو اللي فتح الماتش بالاسيست اللي اداه لفابينيو وقدروا يعدوا من فريق فياريال خارج قواعد ليفربول في ملعب السيراميكا في اسبانيا، انه قال انا بتمنى، سئل من سكاي سبورت بشكل واضح، قال انت، قالوا له انت تتمنى طرف انجليزي مانشستر سيتي ولا ريال مدريد؟ انا بتمنى ريال مدريد لانه انا عندنا انتقام و2008 سيتش نهائي 2018 في كييف وعايز فريقي يحقق دوري ابطال على حساب مدريد. لما تصريح ثاني يا استاذ لميس، لما اخذ تسلم جائزه رابطه النقاد سئل عن الطموح او الدوافع اللي عنده للفتره اللي جايه، قال لك احنا مانشستر سيتي متقدم علينا بنقطه، ساعتها عايزين نادي المباريات اللي جايه كلها نكسبها، ده اللي علينا، والباقي كله في مساله الحظ او انه نتعثر المنافس. فانا مش شايف خالص انه تم التاثير بالارقام. يبقى محمد صلاح هو محمد صلاح، جزء اساسي من تشكيله ليفربول، هو النجم الاوحد. جايز يكون عمليه الضغط عليه دلوقتي على هبوط مستوى او عدم التسجيل عشان يدفعوه دفعا لعمليه التجديد وما يخسروش نجم زي ده، هم يعلموا قيمته كويس جدا. اهتمام كمان الصحافه الاسبانيه مش الانجليزيه، ماركا على مدار الاسابيع اللي فاتت صحيفه ماركا الاسبانيه استاذ لميس رابطه جدا عدم تجديده ومتدخله جدا في الشان الداخلي وما يحدث داخل ليفربول، لان هي طبعا عارفين رغبه تشافي المدير الفني انه يدعم برشلونه بلعيب ذو خبره. يعني هو كان في دماغه ليفندوفسكي او في دماغه صلاح، حد يكون عنده الثقل او لعيب وورد كلاس زيهم يقدر يفيد برشلونه لو تعثرت المفاوضات مع انديتهم، صلاح في ليفربول، ليفندوفسكي في بايرن ميونخ. فكل ده طبعا متفهمين ليه الهجمه القويه دي على محمد صلاح بعد خاصه تعثر امام توتنهام. يعني نتمنى ان كل الضغط ده وكل الهجمه لا تؤثر على النجم محمد صلاح، والمفروض وصل لمرحله نضج انه فاهم يعني خلاص عايش وسط الصحافه البريطانيه وفاهم الضغط ده، لان الضغط ده زي ما انت قلت يا ياسر بيبقى على الجميع، على كل اللاعبين منهم لاعبين بريطانيين ايضا يعني بيتعرضوا لهذا الضغط. وهذه لعبه الكره الاحترافيه، الاحتراف كده، ما هو عشان كده بياخدوا فلوس كتيره، ويعني والحقيقه هو بيتعامل مع ده بذكاء شديد جدا، وبيتعامل بذكاء شديد جدا، يعني ربنا يحميه ونتمنى له كل توفيق. شكرا آسر حسين زميلنا المحلل الرياضي المتخصص من بريطانيا.